بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحتضن امام مكتب البرلمان الاوروبي في برلين تضامنا مع الدكتور عبد الجليل السنقيس المضرب عن الطعام منذ اكثر من 90 يوم، ونطالب بالافراج عنه، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليه تجاه هذا الرمز الحقوقي الاكاديمي الذي حاز على العديد من الجوائز الاكاديميه نظرا لخدمته في مجال التنميه البشريه ومجال حقوق الانسان.